دائما في مساجد السفر والطرقات اللي على الطرق السريعة أو المساجد اللي تكون في المطارات تجد الناس يصلوا فيها الحمد لله بكثرة، هذه نعمة. لكن في إشكال أحيانا يقع، هو أن كثير من الناس تختلف نياتهم في الصلاة. فمثلا قبل شوي دخل ناس يبغى يصلون المغرب والعشاء جمع، وناس فقط يريدون يصلون العشاء، وهذا يسأل أنت تصلي إيش، وهذا يقول تصلي إيش. أنت ما يحتاج تسأل، أن تدخل مع أي جماعة وتصلي معهم بنيتك حتى ولو اختلفت نياتهم. يعني لو دخلت المسجد تبغى تصلي العشاء، ما تسأل تقول أنت تصلي المغرب ولا لا، نقصد في الطرق خاصة السريعة أو لمن كان مسافر أو لمن يريد أن يقضي صلاة، يعني فاتته مثلا صلاة المغرب ودخل المسجد وناس يصلون العشاء، تصلي معهم بنيتك. فيجوز اختلاف النيات. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه صلاة العشاء، يعني كان إمام في قومه، وإذا انتهى ذهب ليصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبكر ويصلي بقومه كإمام، ثم يذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموم، فتكون الصلاة الأولى لها فرض والصلاة الثانية نافلة. فلا بأس باختلاف النية كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم، وهو الراجح هو العلم عند الله، وأفتى به سماحة الشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم. فدائما التفقه في دين الله خاصة في بعض المسائل يعين، وترى من الخيرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فأحيانا بعض المسائل تدخلك في إشكال، وتفقه فيها جدا يسير وينير القلب، وهو من العلم بالله ومن التفقه اللي يبصرك في أحكام دينك، وهذا مثال يسير، فكيف بغيره؟